الجمهور هو العنصر الأساسي في العملية الإعلامية بطبيعة الحال، لأن الرسالة اللي يرسلها الصحافي هي موجهة بالأساس للجمهور. الجمهور ما عادش متلقي اليوم، الجمهور اليوم يسمع من الصحافي، يتفرج كل شيء ومن بعد يحلل ومن بعد يعطي رأي ومن بعد يناقش ومن بعد ينجم يقول هذايا ما عادش نتفرج فيه، هذايا معناها فاقد المصداقية نتاعو. أنا الجمهور نعتبره متلقي وفاعل في نفس الوقت، متلقي كيفاش ينجم أنا باش نقدم له معلومة بيان سور باش ياخوها، وفاعل زادة خاطر احنا تويكا نشوفوا المواطنين الصحفيين معناها كيفاش يتعاملوا مع الاخبار، كيفاش يقدموا لنا احنا الاخبار ويهبطوا زاد كيفنا سور تيران ويعالجوا الاخبار. منذ ان تحول الجمهور من متقبل في النظريات الاعلاميه القديمه الى مشارك حقيقي في العمليه الاتصاليه، تعاظم دور الجمهور في علاقه بالمحتويات الاعلاميه وبالمؤسسات الاعلاميه، سواء كمقترح للافكار او ناقد او منتقد لبعض البرامج والأفكار أو مصوب لبعض التعاطي المهني مع العملية الإخبارية. نقولها ونعودها، هذه من باجيات المبادئ المهنية، بدون جمهور الصحفي ما ينجمش يقوم بالعمل الصحفي. لابد اولا معرفه الجمهور ومعرفه ايضا تطورات رغباته وحاجياته. اليوم الصحفي ماذا بيه شكون يعطيه شويه نقد يصلح له، خاطر ساعات انت كتبت تخدم فما حتى حد ينقد فيك، تحس روحك انك ماشي في الصحيح، كي يجيك ساعات التفاعلات هذيك تعرف انت تقول لي لازم يصلح من روحي، الرومارك هذيا فريمون عنده حق فيها كي قالها لي، تولي انت تتطور اوتوماتيكمون. كصحفي انا باش نخرج من لبسي، باش نخرج نلقى روحي سير تيران، باش نلقى روحي في وسيله اعلام، كل وسيله اعلام عندها خط التحريري نتاعها، انا نحب نلقى هيئه ولا نحب نلقى حاجه تكدريني من الاول، توريني شنو لازمني نعمل. بدك تقدم المعلومة الصح، بدك تكون أمين مع جمهورك، بدك تكون واضح و... لكن أنا كصحفي المشكلة إن أنا بواجه الضغط من المؤسسة الإعلامية اللي أنا بشتغل فيها. الآن المؤسسة بتحكي لي يا بتكتب هيك يا بتشتغل هيك يا أما الله معك. هما لابد في صلب المؤسسة تكون ثم هياكل تحريرية، والهياكل التحريرية هما ثلاثة: أولا مجالس التحرير، ندوات التحرير اللي تكون يومية، وطبعا الميثاق التحرير، وهذا اللي يمكن الصحفي وقت يقوم بعمل نتاعو ما يكونش منفرد وحده، هذا يكون انطلاقا من الهياكل التحريريه وانطلاقا ايضا من نقاشات صارت في ندوات التحرير. في اغلب المؤسسات عندهم نجم نقولوا تقاليد ديمقراطيه تلقى ما يسمى بالوسيط، الوسيط العمومي لو ميدياتور بوبليك، هو اللي يمكن مش يحط بعلاقه مباشره جمهور او ما يمثله في الوقت هذاك والصحفي، معني بالمقال او معني بالروبورتاج، لابد يبقوا باتصال يعني بعلاقه مباشره، هذه نعتبرها حاجه ضروريه لابد توجد خصوصا في وسائل الاعلام العموميه. ولمنظمات المجتمع المدني أدوار كبيرة جدا في إعلاء من شأن الجمهور عبر حمايته من محاولة التطوية ومحاولة التوجيه، خاصة في مراحل انتقالية مثل التي تعيشها تونس، حيث هناك أخطار حقيقية من إمكانيات استعمال اللوبيات المالية والسياسية لوسائل الإعلام من أجل توجيه الرأي العام إلى قضايا هامشية أو لاستغلاله في العمليات الانتخابية. لذلك يعول كثير على مجالس الصحافة من أجل حماية الجمهور من الإخلالات المهنية ومن الانحرافات المهنية الخطيرة.